كمان نتابع مع حضراتكم حالة اللعيبة المصابة. أيمن أشرف بيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر تحت إشراف الجهاز الطبي عشان يجهزوه للعودة في المشاركة في التدريبات الجماعية والتواجد مع الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي إن شاء الله. خضع أيمن أشرف لتدريبات منفردة أول يوم على هامش ميران الأهلي، واستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي عشان يتعافى تماما من الإصابة ويتم تجهيزه بالكامل للعودة والمشاركة بقوة. طيب ده بالنسبة لأيمن أشرف. خلينا نطمن حضراتكم برضو على حمدي فتحي، هو أجرى أشعة على الكوع عشان يطمن على حالته بعد جاهزيته بقى ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام اللي كانت الماضية، ده عقب الانتهاء طبعا من البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. وخليني أقول لحضراتكم برضو حرص الدكتور أيمن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على إن هو يجري له أشعة احترازية برضو للاطمئنان، يعني المزيد من الاطمئنان على حالته بعد ما أصبح جاهز تواجد، ده وفقا لرؤية يعني الجهاز الفني. وزي ما احنا عارفين طبعا الإصابة يعني تعرض ليها هو كانت في الكوع، ده لما شارك مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، واللي تسببت الإصابة دي في غيابه عن التواجد مع الفريق في المباريات الرسمية. إن شاء الله يعني يكون جاهز وما يكونش فيه أي حاجة في الأشعة الأخيرة. كمان علي معلول شارك في تدريبات الكرة خلال مران الفريق بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي، طبعا كان سبق وشارك قبل كده في جزء من التدريبات الجماعية خلال وجود الفريق في جنوب أفريقيا قبل مباراة سان داونز مباشرة، ورجع شارك امبارح في التدريبات الجماعية بشكل كامل. علي معلول طبعا زي ما اكيد حضراتكم عارفين كان اتعرض للاصابه في العضله الخلفيه، ودي الاصابه اللي ابعدته عن المشاركه في التدريبات والمباريات مجموعه كبيره الحقيقه من المباريات خلال الفتره الماضيه، وخضع خلالها لبرنامج علاجي وتاهيلي وان شاء الله يرجع بكامل لياقته. علي معلول إضافة زي ما احنا عارفين كبيرة جدا طبعا. يعني احنا بجد نتمنى عودته في أقرب وقت، فده خبر أعتقد كويس. وطمنا حضراتكم برضو عن الأوضاع الأخيرة خاصة باللعيبة الصحية تحديداً.